فخامة الرئيس الجمال موقر، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مرة أخرى سيدي شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. أود أن أرحب ترحيبا حارا بمعرض مصري للطاقة، والذي يشتمل على التنوع الكامل ونظام متعدد الأوجه، والذي يوضح المعرض وبالطبع أن يعقد هذا المؤتمر في المدينة الرائعة القاهرة، وأيضا الدولة الرائعة مصر، وقدرتنا على هذا الفعالية الفريدة إنما هو جزء صغير يعود إلى الاستراتيجية الفعالة ودعم وزير البترول والموارد المعدنية معالي الوزير المهندس طارق الملا. شكرا جزيلا سيدي أن الدفع بالتحول الطاقي وتأمين إمداد وإزالة الكربون في صناعتنا إنما هو جوهر موضوع هذا المؤتمر، وابتكار شراكات جديدة، وذلك من أجل الدعم والمضي قدما بالنمو والتقدم الاقتصادي. بالطبع أن زيادة العرض وزيادة الطلب، بالطبع أننا نسعى إلى تحقيق توازن من الصعب تحقيقه، والحاجة إلى العمل الجماعي الملح من أجل أن يكون هناك تعاونا مثمرا عبر الصناعة وعبر الحدود من أجل الإسراع بالتحول الطاقي والذي لم يبلغ مثيله من قبل. بالطبع أن رحلة التعاون التي بدأت من مؤتمر الأطراف كاب 27 في شرم الشيخ والذي استكمل في دبي، نرى التسليم التاريخي بالتوافق مع الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل لحظة فارقة وتذكارية من أجل التحول الطاقي، وأيضا ضمان تحقيق الإنسانية والبشرية من خلال تحول طاق عادل. نحن في الواقع يجب لدينا مصادر طاقة لا يمكن الاستغناء عنها، وأيضا هناك الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر والابتكارات في هذا المجال، والذي يعد أمرا جوهريا وحيويا من أجل تحقيق هذا التحول والتقدم في قطاع الطاقة. إن مصر تلعب دورا فعالا وحيويا كمنصة ومحفز للتغيير، وذلك عند التنقل بين تعقيدات مشهد الطاقة وتزايد الفرص من أجل الابتكار والاستثمار، ومعا نحن نسعى من أجل تحقيق وتأمين مستقبل طاقة مستدام. على مدار الثلاث أيام القادمة سوف نناقش سياسات والاستراتيجيات وبناء شراكات مثمرة من أجل تحقيق صناعة طاقة فعالة من أجل المستقبل في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط. وتلعب مصر دورا حيويا في هذا النظام الإيكولوجي الكبير. بالطبع على مدار السبع سنوات الماضية ومنذ بدأت مصر معرضها الطاقة، إنها تخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق الالتزام وتأمين التطور المستمر ومواجهة التحديات الصناعة الملحة. وبالطبع نحن لدينا شراكات استراتيجية، وأود أن أقدم تهنئتي على هذه الشراكة وأيضا والرعاة والعارضين والوفود الذين أتوا إلى مصر وسيحضروا المعرض على مدار ثلاث أيام. لكي أختتم كلمتي ونحن نمضي قدما نحن المستقبل، أن هذا المشهد والتكليف من أجل أن يكون لدينا بيئة منخفضة الانبعاثات الكربونية، ولدينا فرص هائلة من أجل الحوار والتعاون والمناقشات من أجل تحقيق التقدم في مجال الطاقة وبناء مجال الأعمال والتقدم والتنمية المستدامة في قطاع الاقتصاد العالمي. فخامة الرئيس الجمع الموقر، الضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم في افتتاح معرض مصري للطاقة.